ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، مكملين معاكم حوارات وفقرات حلقة النهاردة من هذا الصباح، ومعاد وقفتنا اليومية أو حوارنا اليومي المعتاد مع بلاط صاحبة الجلالة، بنستعرض فيه بالتحليل أهم وآخر عناوين الصحف الصادرة في القاهرة صباح اليوم. وهيصحبني في هذه الجولة الصحفية الأستاذ حسن الرشيدي الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير أستاذ محمد. أهلا بك. خلينا نبدأ من جريدة الأهرام، جولتنا الصحفية، و من صدر صفحتها الأولى: الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول الشعب يخوض معركتي الإرهاب والتنمية بكبرياء وشرف، مسار الإصلاح بدأ يؤتي ثماره نتيجة القرارات الاقتصادية الحاسمة. تابعنا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مؤتمر الشمول المالي اللي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بحضور 95 دولة. بالتأكيد عايز أعرف حضرتك تابعت إزاي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتأكيد نظرتك أو رؤيتك لأهمية استضافة مصر لهذا المؤتمر وما يرسله من رسائل مختلفة للعالم. في الحقيقة طبعا كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الشمول المالي كانت كلمة مهمة جدا ومركزة ومحددة، وأكدت على عدة أمور. أهم هذه الأمور ركز عليها الرئيس هو أن في تحديات أساسية، أما مكافحة الإرهاب، ثاني تحدي هو التنمية. وفي الحقيقة الشعب المصري تحمل كثيرا، ويمكن الرئيس السيسي أشاد بموقف الشعب المصري وصبره وصلابته في مواجهة هذه التحديات. لأن الشعب المصري في الحقيقة تحمل هذه التحديات، خاصة الإجراءات الاقتصادية الصارمة الصعبة القاسية اللي اتخذتها الحكومة المصرية لنحو إصلاح المسار الاقتصادي. في الحقيقة البطل الحقيقي هو الشعب المصري، لو تحمل هذه التحديات وتحمل هذه الإصلاحات، لأن لا أعباء ثقيلة عليه، ولكنها كانت ضرورة وحتمية. ويمكن الرئيس قال أن الإصلاحات الاقتصادية دي بدأت تؤتي ثمرة. النهاردة الاحتياط النقدي المصري ارتفع لحوالي 36 مليار دولار، بعد أن كنا وصلنا يمكن حقا إلى الصفر، مش 4 أو 5 مليار، لا إلى الصفر الحقيقة. فإحنا وصلنا الاحتياط النقدي إلى 36 مليار، ده نتاج الإصلاحات الاقتصادية السليمة. وكون هذا المؤتمر ينعقد في مصر، ده معناها ثقة العالم في مصر وفي إصلاحاتها الاقتصادية، وتقدير العالم لموقف مصر من هذه الإصلاحات. إذن فعودة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال عقد هذا المؤتمر إنما بتؤكد أن هناك إصلاحاتنا بتسير على الطريق الصحيح، وإنه في الحقيقة ده ظهر جليا في نسبة النمو أيضا، مش في الاحتياط النقدي فقط لكن أيضا في النمو، إنها بلغت حوالي 4% نسبة بعد ما كانت 2. فإذا هناك إصلاحات، أي نعم الشعب المصري بيتحملها وبيتحملها بصبر وبصلابة، لكن في النهاية بتصب في خدمة المواطن المصري. أنا أعتقد أن عقد هذا المؤتمر هو تقدير لرؤية مصر المستقبلية، وتقدير وثقة في العالم في الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر، ودي في الحقيقة بتعكس أمور مهمة جدا. هي هتشجع لك أيضا الاستثمار، أن طالما هناك إصلاحات اقتصادية دي بتشجع المستثمر الأجنبي لوضع استثماراته في مصر في شتى المجالات. أيضا النقطة المهمة، وهو لابد بقى بالفعل من تعميم الإجراءات البنكية أو التعامل البنكي مع كافة المواطنين، من أجل أولا التيسيرات في كافة الأعمال اللي بيقوم بها المواطن المصري، ثانيا أيضا تكافؤ الفرص، العدالة الاجتماعية. دي كلها أمور مهمة جدا. احنا عايزين تأتي المرحلة اللي يكون فيها المواطن المصري لا يتعامل مع الجنيه بالشكل المباشر، الأموال الورقية النقدية أو المعدنية، لا احنا عايزين كلها تعاملات بنكية من خلال الأجهزة الإلكترونية الحديثة، خاصة استخدام الموبايل. فإحنا عايزين العالم كله، حتى شرق آسيا أكتر للمواطن بالزبط. حتى الدول النامية في شرق آسيا اللي كانت أقل مننا نمو، النهاردة كلها طبقت فيها المكان الحديثة والإجراءات الحديثة الإلكترونية والتعامل الإلكتروني البنكي. تمام، خلينا نروح لجريدة الأخبار وموضوع آخر. وشكري سامح شكري وزير الخارجية في نيويورك للإعداد لمشاركة مصر في الأمم المتحدة.
ماذا عن هذه المشاركة وماذا عن القضايا الأهم التي سوف تطرح من الجانب المصري في هذه في الحقيقة المشاركة؟ يمكن كلنا تابعنا أن السيد سامح شكري وزير الخارجية حضر اجتماعا في لندن حول ليبيا وبيتحرك إلى نيويورك للإعداد للدورة 72 للأمم المتحدة اللي بتشارك فيها مصر. مصر دورها مهم جدا في هذه الفترة، خاصة أنها عضو بمجلس الأمن. في الحقيقة هناك مجموعة من القضايا هيتناولها السيد سامح شكري وزير الخارجية، منها مكافحة الإرهاب، وده موضوع مهم جدا وشائك. أيضا أزمة الروهينجا في ميانمار، دي نقطة مهمة جدا. أيضا هيستغل المؤتمر الأمم المتحدة، أو على هامش المؤتمر هيعقد اجتماعات مع، هينتهز وجود وزراء خارجية الدول الأربع اللي هي مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لعقد اجتماعات حول تطورات الأزمة مع قطر أو مقاطعة قطر. أيضا هينتهز الاجتماعات لعقد لقاءات أيضا مع وزراء خارجية الجزائر وتونس فيما يتعلق بالمشكلة الليبية أو الموقف حول ليبيا. إذن أنا بعتقد أن رغم أهمية هذه الاجتماع اللي بتناول في الأساس اللي هو الحياة الكريمة على كوكب الأرض أو على كوكب مستدام، فأيضا بيتناول مجموعة من اللقاءات المهمة جدا اللي في النهاية بتؤكد على موقف مصر الثابت من مختلف القضايا سواء على الجانب العربي أو الجانب الدولي. فأنا بعتقد أنها زيارة مهمة جدا تأتي بعد زيارته للندن لعقد اجتماع حول الأزمة الليبية. نعم، نروح لموضوع آخر وعن تداعيات الأزمة القطرية. ومن جريدة الجمهورية، المعارضة القطرية تختار بديل تميم، مؤتمر لندن يرشح عبد الله الثاني للإمارة، وأعضاء بالعموم البريطاني يقولون الدوحة ستدفع ثمن دفع وتمويل الإرهاب. بص، شوف أنا هقول لك حاجة، لأول مرة يحدث عقد مثل هذا المؤتمر. عقد المؤتمر في حد ذاته في لندن هو نجاح، يعني عقد المؤتمر، لأن قطر سعت كثيرا وحاولت أن هي تمنع عقد هذا المؤتمر بالرشاوة وغيرها، ولكن المعارضة نجحت في عقد تنظيم هذا المؤتمر وبينت الوجه القبيح الحقيقي للنظام تميم القطري. في الحقيقة يمكن هو تناول مجموعة من المحور الأساسية. أول حاجة بين انتهاكات حقوق الإنسان داخل قطر، أيضا موقفها الأساسي الداعم للإرهاب، بل بالعكس بأنها مولت منظمة هيومان رايت بحوالي 198 مليون دولار. أيضا بينت الجرائم اللي ارتكبها في حق بعض المواطنين مواطني المعارضة القطرية. فإذا وأيضا الموقف القبيح لقناة الجزيرة في دعم الإرهاب والتعبير عن الوجه القبيح للنظام القطري. فأنا أعتقد أيضا من أهم ما جاء في هذا المؤتمر هو الإعداد لنظام بديل للنظام الحاكم في قطر، وطرحوا اسم عبد الله بن علي. عبد الله بن علي الثاني. ففي الحقيقه انا بعتقد ان ده كان خطوه مهمه جدا هذا المؤتمر لادانه قطر من ابناء قطر انفسهم. ويمكن الكل سواء كانوا القطريين او بعض ممثلي مجلس الامم البريطاني اكدوا على الموقف الواضح والظاهر لدعم قطر للارهاب، وايضا موقفها مع الجانب الإيراني والدور القبيح والسيء لإيران لأن لها نفوذ في المنطقة. لكن أيضا الغريب في الأمر أن قطر رغم أنها دويلة صغيرة إلا أنهم المعارضين القطريين نفسهم أبرزوا أن لقطر أطماع ونفوذ دولي، عايزه يبقى ليها هيمنه في المجتمع الدولي، عايزه يعني تلبس ثوب اكبر من حجمها الطبيعي. فانا بعتقد ان المؤتمر ده العقد في حد ذاته هو نجاح للمعارضه القطريه وكشف حقيقي للوجه القبيح للنظام القطري الدعم للارهاب. ونقدر نقيس النجاح للمعارضه ده ازاي يا استاذ حسن؟ هل بمجرد عقد المؤتمر ولا ممكن يكون للمعارضة دور أكبر في المرحلة اللي جاية؟ ده أكيد هيكون لها دور لتغيير نظام تميم.
فأنا بعتقد أنها أن عقد المؤتمر في حد ذاته نجاح للمعارضة القطرية أن أبرزت له، خاصة أن العالم أجمع دلوقتي متأكد تماما أن قطر هي الداعم الأول للإرهاب في العالم، أن هي بتحتضن الإرهابيين وهي الملاذ الآمن للإرهابيين، وأن الموقف الثابت للدول الأربع مصر والسعودية والبحرين والإمارات هو موقف بينم عن يمكن بينم عن ايه، عن صحة هذا الموقف العربي للدول الأربع تجاه دولة داعمة للإرهاب، وأنه لا يمكن المهادنة في هذا الموقف. ويمكن أكد عليها الأستاذ سامح شكري وزير الخارجية، لك لا مهادنة مع دولة داعمة للإرهاب، فلابد أن تغير وجهها، ولابد أن هي عشان تنضم للحظيرة العربية أو تعود للحظيرة العربية مرة أخرى لابد أن تغير موقفها الداعم للإرهاب ودعمها للمتطرفين وطرد الإرهابيين من على الأراضي. صحيح. طيب نروح لجريدة المصري اليوم وقضية عربية أخرى، مصر تجمع فرقاء فلسطين وفتح ترفض لقاء حماس. طبعا هنتكلم عن أهمية أو يعني فكرة الفرقة الفلسطينية ما بين فتح وحماس وكيف يمكن أن تنتهي، ولكن الدور المصري هو اللي بيهمنا دلوقتي في هذا الخبر. شوف الخبر ده مهم جدا ولكنه بيأثر في نفس كل مواطن عربي. نحن بعد أن كنا نتكلم عن حل الدولتين وبنتكلم عن الدفاع عن القضية الفلسطينية وأن العرب مجتمعين حول الدفاع عن القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، النهاردة بنتكلم مش عن إقامة دولة فلسطين، لما نتكلم عن أن الانقسام الفلسطيني مستمر لمدة 10 سنوات حتى الآن ده شيء مؤسف جدا بيوجع القلوب، بيوجع قلب كل مواطن عربي. نحن بعد أن كنا بنتكلم عن حقوق الشعب الفلسطيني وبنتكلم عن موقفه النضالي مع إسرائيل من أجل الحصول على الاستقلال، بنتكلم عن إعادة لم شمل الشعب الفلسطيني، وبقالنا 10 سنوات الانقسام مستمر. ويمكن النهاردة بعد أن كانت حماس هي المعارك الأساسي، ويمكن للأسف الشديد أنا واحد من الناس أنا فقدت الثقة في الاثنين، في حماس من الأصل حتى في فتح. النهاردة بقى الموقف، النهاردة حماس فوضت مصر إنها تتحدث عنها بينما فتح رفض الجلوس على طاولة واحدة مع حماس. قد تكون حماس كلنا عارفينها وكلنا نعلم تماما إن حماس كان ليها دور داعم للإرهاب ومحدش يقدر ينكر كده، لكن مصر بصبرها وحكمتها تحاول أن تلم شمل الفلسطينيين رغم إدراكها الكامل إن هناك سلبيات للجانبين سواء لفتح أو لحماس، وإن مواقف كانت غير واضحة لحماس في المرحلة السابقة، ورغم هذا مصر بحكمتها تريد أن تلم الشمل الفلسطيني. هل تفويض جانب حماس لمصر واستضافة مصر مصر طول عمرها، هل ده يعتبر تحييد من الجانب المصري؟ هي مصر طول عمرها حريصة على لم الشمل الفلسطيني وعملت محاولات متعددة رغم أن أحيانا بتطلع أخطاء من فتح وعيوب من حماس وأحيانا بتبص تلاقي في فترة حماس عندما كان الإخوان موجودين على الأرض كانوا بيتعاملوا مع الإخوان، وفي نفس الوقت لما بتيجي بعض الدول الغربية تشاور لها بتروح ترتمي في أحضنها. إذن ورغم هذا مصر وهي رغم إدراكها لكل هذه المسائل إلا إنها حريصة على لم شمل الشعب الفلسطيني ولم فصائله المتعددة من أجل الوصول إلى حق الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني مظلوم، ومن أجل إقامة دولته المستقلة. لكن في الحقيقة احنا بنقول إيه؟ أن في شروط مسبقة بيضعها جانب فتح أو حركة فتح بتضع شروط مسبقة، منها لابد أن حماس تبين موقفها الواضح من موضوع حل الجهة الإدارية في غزة. صحيح، ونتمنى أن مصر يكون لها بالفعل دور إيجابي، لكن ده هيتوقف على إيه؟ النهاردة يمكن هيكون في موجود وفد فلسطيني من فتح بقيادة عزام الأحمد، نتمنى أن هم يكون في مرونة في التعامل ويبقى في تجاوب من الطرفين للوصول للم الشمل وإنهاء هذا الصراع
رغم في الحقيقة ما رأيناه خلال العشر سنوات الماضية إن هناك تعنت. إذا لم يكن هناك تعنت من طرف بنفاجأ الطرف الثاني بيتعنت. إذن ما فيش ما يريح النفس وما يبشر بنتائج طيبة من ناحية الجانبين سواء حماس أو فتح. لكن أنا بعتقد مصر بحكمتها وحرصها على مصلحة الشعب الفلسطيني وحقه في الحصول على دولة مستقلة، أنا بعتقد إن ربما نصل إلى حل ويكون في تفاهم بين الجانبين الفلسطيني سواء كان فتح أو حماس إن شاء الله. لكن في الحقيقة حماس أبدت مرونة مؤخرا وإنها فوضت مصر في الحديث باسمها فيما يتعلق بالحوار مع جانب فتح. نعم، خلينا نرجع تاني لجريدة الأهرام وخبر يعني له طابع اقتصادي. وسحر نصر وزيرة الاستثمار تقول إنشاء 4 مناطق استثمارية في السويس والأقصر. هل ده من ثمار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة؟ أكيد من ثمار الإصلاحات الاقتصادية والحرص على تشجيع الاستثمار. وفي الحقيقة أنا عايز أقول حاجة، إن الدكتورة سحر نصر من أنشط الوزراء في حكومة المهندس شريف إسماعيل. دي حقيقة. وفي الحقيقة بتلعب دور كبير جدا سواء في تحركاتها الداخلية أو الخارجية. بتشعر إنها وزيرة فعلا حريصة على دعم الاستثمار وتشجيع الاستثمار في مصر وجذب المستثمرين الأجانب. أيضا الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وده اللي هيكون في مشروعات سواء كانت في الأقصر أو في السويس. إن هيكون في مشروعات داخل السويس متوسطة وصغيرة، وأيضا في مشروعات لإنتاج اللحوم والدواجن في الأقصر. أنا بعتقد إن هذه التحركات من أجل تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات في مصر مهمة جدا. وعلى فكرة أي مدينة جديدة للاستثمار أو أي منطقة دي بتبقى بتجذب الحياة للناس. بمعنى إيه؟ أنا لما بقرر الدولة بتقرر إقامة مشروع استثماري في منطقة معينة سواء كانت صحراوية أو منطقة معمرة بالناس أو مأولة بالناس، دي بتساعد في إيه؟ بتبقى الدولة مضطرة إنها تحسن البنية التحتية. صحيح. لهذه المنطقة. وعندما تتحسن البنية التحتية بتكون جاذبة للناس سواء كانت في الصرف الصحي سواء في المية سواء في الكهرباء سواء في حركة النقل والمواصلات. أنا بعتقد إن كل مشروع استثماري في أي منطقة هو بيؤدي إلى إعادة بناء البنية التحتية أو تحسينها، فبالتالي يجذب الناس. وإحنا عايزين بقى نوصل لمرحلة إيه؟ إن ما تكونش القاهرة هي الجاذبة. إحنا عايزين أقاليم مصر بكل أشكالها وألوانها هي اللي تكون جاذبة. كفانا بقى إن إحنا الهجرة من الريف إلى القاهرة والإسكندرية، لا، إحنا عايزين نوقف هذه الهجرة بالاستثمارات. صحيح. مش بالقانون، إنما بالاستثمارات الجاذبة لأبناء هذه الأقاليم. يعني أنا بعتقد إن الطالب الصعيدي أو الطالب في بحري أو الخريج أو إلى آخره أو العامل إذا وجد فرصة في محل إقامته في الصعيد أو في منطقة بحري، أنا بعتقد إنه هيفضل البقاء فيها بعيدا عن زحام القاهرة ومشاكلها. وأنا بعتقد ده دور يجب أن يكون واضح للدولة في إن أنا بقى لابد إن أنا أوقف الزحم القاتل إلى القاهرة الكبرى أو الإسكندرية بتشجيع الاستثمارات في مناطق الصعيد وغيرها. زي ما كل دول العالم، أنا زرت ألمانيا مثلا فوق 15 مرة. بتبص تلاقي حتى لما كانت بون هي العاصمة مش برلين في الفترة الماضية، كنت تلاقي بون مجرد عاصمة إدارية عدد السكان فيها قليل، مفيش لا مصانع ولا شركات بتعمل داخل بون، إنما كنت أحس إنها مدينة إدارية فقط. إحنا عايزين، عشان كده بقول إيه، العاصمة الإدارية لابد أن تكون الجديدة، لابد أن تكون عاصمة إدارية جديدة بالشكل الحضاري عشان نخرج بقى من القاهرة الخانقة اللي أصبحت في الحقيقة أنا في نظري الحياة فيها أصبحت صعبة جدا بل قاسية. أنا بعتقد أن الاستثمارات اللي بتقوم بها سحر نصر مهمة جدا حتى نقيم مشروعات حقيقية
تقضي على البطالة وتوفر فرص عمل للشباب سواء كان في الصعيد أو في الوجه البحري. تمام. من جريدة الأخبار، حقوق الإنسان بالبرلمان ترد على تقرير Human Rights Watch داخليا وخارجيا، والنائب علاء عابد: قطر أكبر ممول للمنظمة والإرهابية دفعت 18 مليون دولار. يمكن التقرير الأخير لهيومن رايتس ووتش اللي كان يمكن ظالم إلى حد كبير بيتهم فيه مصر بممارسات تعذيب ممنهجة. في الحقيقة تعليقك على هذا الخبر؟ في الحقيقة معظم التقارير إن لم نكن كلها الصادرة عن منظمة هيومن رايتس كلها مشبوهة، لأن هذه المنظمة مدعومة من بعض الدول المغرضة في مقدمتها قطر. قطر قدمت لهذه المنظمة حوالي 198 مليون دولار. ده بالإضافة إلى أن جماعة الشر أو الإخوان قدمت لهذه المنظمة حوالي 18 مليون دولار. إذن طالما أن هناك دعم مغرض ومشبوه، يبقى لابد أن تكون النتائج أعمال هذه المنظمة مشبوهة أيضا. كيف نرد على مثل هذه التقارير اللي بيكون لها واقع وصدى يمكن على مستوى العالم كله؟ كلام اللي هو علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان في التحركات القادمة، ماذا نفعل بالضبط؟ إيه المطلوب مننا نعمله؟ لابد إن احنا نكون على تواصل مع سفارتنا في الخارج لتقوم بتحرك نشط حول الرد. أيضا التعامل مع ممثلي المنظمات الدولية خاصة الأمم المتحدة للرد على هذه المنظمة الكاذبة. أيضا لأن في الحقيقة تطرقت إلى أمور واضحة بجلاء ولا يمكن التشكيك فيها، والعالم أجمع شاهد بيها. لما تيجي تشكك في ثورة 30 يونيو وتقول لنا انقلاب عسكري، ده شيء مؤسف، لأن العالم كله شاهد الملايين اللي خرجت، أكثر من 30 مليون مواطن خرجوا في 30 يونيو وحققوا وقاموا بالثورة وطلبوا بالتغيير. إذن فمعلومات كاذبة وبتحاول أكتر من مرة أنها تشير إلى هناك انتهاكات في مصر، انتهاكات في السجون، وانتهاكات ضد الأفراد، وعمليات اختفاء قسري، كلها أوهام الغرض منها الإساءة لمصر وتشويه صورتها لصالح قطر ولصالح جماعة الإخوان الإرهابية أو جماعة أو محور الشر. أنا بعتقد أن التحرك في المرحلة المقبلة تحرك مهم جدا، فعشان كده أنا عجبني كلام اللواء علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إن احنا نبدأ بقى التحرك النشط في الخارج، مش التحرك في الداخل بس، التحرك في الخارج. وفي الحقيقة أيضا وأنا يمكن في الفترة الأخيرة لاحظنا التحرك النشط إلى حد ما لهيئة العامة للاستعلامات. أنا بقول للأخ الزميل والصديق ضياء رشوان: نشاطك ملموس، ولكن إحنا عايزين ما يبقاش النشاط داخلي بس، لا، إحنا عايزين التحرك الخارجي حتى لو تأدى الأمر إلى دعم الدولة لمكاتب هيئة الاستعلامات في الخارج، لأن في الحقيقة دورها مهم ولابد أن يكون إيجابيا في المرحلة القادمة لتغيير أو لمواجهة التشوهات اللي بتعرض لها الجانب المصري من بعض المغردين في المنظمات الأجنبية بالخارج. نعم. على كل حال في النهاية لا أملك إلا كل الشكر لوجودك معايا ولاصطحابي في هذه الجولة الصحفية الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية أستاذ حسن الرشيدي. بشكرك وصباح الخير. صباح الخير. بشكرك.